ديما عباد الله الولد كيغطاسك خطو وكتولد معاه وكيلصقوها سري اخر ما داير والو عمري الاول في المحضر الاول فاش جاو عندها السبيطار قال لها شكون هذيك هكا قالت لهم انا واحد الشمكار في الشريط الغباوي راه كاينه في المحضر الاول في الشريط الغباوي ولي تاني الغباوي اللي اغتصبني ما عرفتش شنو وهي كتخبي على خوها وليدي كبيرة سكنة في 37 لفصيل 3 في السقالة الجديدة نضت واحد المرة جات تتعزي عندنا في 2017 النهار فاش ماتت أمي جات تتعزي وهي جايبة بنتها حاملة دايرة ليها النيق الخمار مخبية ليها كرشها نهار 22 في شهر 2 بنتها مشات ولدت قالت ليهم راه واحد الشبكر اللي داني الغابة ما عرفتش وجهه وهي كتخبي على خوها ولد امها وباها هو اللي دار ليها هكا كان كنطلب من السي الحموشي يشد ليا الحق في هاد المراه هي وبنتها وولدها وراجلها وما عارفين شكون اللي دار اغتصب بنتها وحملها انا كنطلب من الله ومن سيدنا يوقف معايا راه كلشي اللي بيبان تلقاهم مسدودين في وجهي راه ربع سنين هادي ونص وانا قلت لي وانا عايشه في الجحيم وهاد لي انا ترى مشينا لعند وكيل العام فاسفي ومشيت البارح نهار 13 في شهر 1 ومشينا انا كنطلب من الله ومن سيدنا وسي الحموشي يشد هذيك هي وولدها هي وراجلها ما ولدها راه كاين في الجنائيات هو اللي اغتصب اختو وحملها راه كاين في مشدود دابا وانا كنطلب من الله ومن سيدنا ومن سي الحموشي يشد لي الحق في هاد المراه هي وراجلها وبنتها وراجلها وهذيك المراه عيشه اللي مشات قيدت بولدي وصيفطتو ليا للجنائيات وبنتي مريضة مسكينة كتبقى تشد عليها فمها وانا مريضة بالقلب انا كنطلب من الله ومن سيدنا يشد لي الحق في هاد الناس وسي الحموشي عبد اللطيف الله يجازيك بخير والله يخرج سربيسك بخير وعلى خير انت كدير بينك وبين الله وكتعرف حق الظلم وكتعرف كل شيء وهاد الناس ظلمونا وتزور علينا المحضر زور علينا المحضر في 2017 كنطلب من الله ومن سيدنا كنطلب من الله ومن سيدنا يشد لي الحق كنطلب من الله ومن سيدنا انا كلشي اللي بيبان كنلقاهم مسدودين وهذاك اللي دور علينا المحضر راه كتبوا به راه صيفطوا السي الحموشي صيفطوا لمراكش راه حيدوا لي ديك الضبطيه انا ماشي ما كيهمنيش انا حيدوها لي انا كنطلب من الله ومن سيدنا يشد لي الحق في هاد الناس راه ظلمونا وراه خوها اللي اغتصبها وراه خوها اللي حملها وخوها دابا راه مشدود في الجنائيات وعلاش تصيفط لي انا ولدي ما تيسكر ما تيكمل باش ما شهدوا الجيران باش ما شهدوا الجيران كنطلب من الله ومن سيدنا يشد لي الحق في هاد الناس انا راه مرت وليت كنمشي عند الدكتوره نفسانيه وشكرا والله يجازيكم بخير وقفوا معنا وعاش سيدنا الله ينصرو والله يحفظك وليداتك والله يعفو عليك والله يجعل صدر ربي وشوف من حالي وسي الحموشي الله يقف معك راه هي عارفه شكون اللي دار ليها هكاك وهي راه ولدها اللي دار ليها هكاك الخطو هو اللي حملها هو اللي اغتصبها هو اللي حملها واغتصبها وهما اللي ورا دابا عارفين لقيتو زوج تيتفلوا عليا في الزنقه قسما بالله العلي العظيم انا كنطلب من الله ومن سيدنا ومن سي الحموشي عبد اللطيف يشد لي الحق في هاد الناس انا مزوقه في الله وفيكم انا مزوقه في الله وفيكم راه كانت عندي جلسه غير البارح نهار 13 في شهر 1 ومشيت وما كاينش المحامي وما وقف معايا حتى واحد الله يجازيكم في الاول في المحضر الاول فاش جاو عندها السبيطار قال لها شكون هذيك هكا قالت لهم انا واحد الشمكار في الشريط الغباوي راه كاينه في المحضر الاول في الشريط الغباوي هو اللي داني الغباوي اللي اغتصبني ما عرفتش وجهه وهي كتخبي على خوها يا وليدي كتخبي على خوها وحنا جربنا الظلم شحال في خطره في حياتنا ولكن هذا الظلم راه سهله معانا انا كنطلب من الله مسي الحموشي مسي الحموشي كنطلب الله سبحانه وتعالى يوقف معاك ومع وليداتك ومع امتي محمد وكنطلب من الله ومن سيدنا يشد لي الحق في هاد الناس انا مزاوقه فيكم شد لي الحق راه انا وليت هبيله وحمقه وليت كنهضر بوحدي انا مزاوقه في الله وفيكم شد لي الحق في هاد الناس هي خوها اللي دار لي هكاك راه خوها كاين في الجنائيات
راه خويا كاين فاسفي في الجنائيه، انا مزوقه في الله، انا راه وليت كنتسلف فاش كنمشي، انا راه غرقه بالكريدي وحق الله، ولي جلدي حتى لعندو تيشوف شحال كيتسالوني تاع الفلوس، قسما بالله العلي العظيم، وهاد النار والله اللي حسن مني ومنكم، انا كنطلب من الله ومن سيدنا، انا كنطلب من الله ومن سيدنا يشد ليا الحق، وسي الحموشي سي عبد اللطيف الحموشي مدير العام تاع العمل الوطني، انا صيفط لك الشكايه وقفتي معايا، وقفتي معايا وصيفطوا من ولي مراكش وجاو ولا صورتي قلبوا الدار كيلقاو داك النعت كامل اللي كتب هذاك ماشي هو هذاك، انا كنطلب الله ومن سيدنا ومن سي الحموشي، انا مزوقه في الله وفيكم، وقفوا معايا انا كلشي البيبان تلقاو مسدودين في وجهي لا باب الله اللي محلول، انا مزوقه في الله وفيكم، انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم، انا مزوقه فيكم، الله يحفظكم وليداتكم. السلام عليكم، انا ليلى دهان اخت سي محمد دهان اللي كان وقع لي واحد المشكل، دابا هو انا كنهضر في بلاصتو لانني انا كنت عايشه داكشي معاه، ماتت امي في جده، ماتت في 2017 شهر 2 نهار 10، دازت شي 4 ايام جات كنسمع الدقان، كانوا نيت معنا الجيران باش ما يشهدوا راه هما حاضرين، كنسمع الدقان حليت لقيت واحد المراه يلا سكنت في الدوره دايره الخمار هي وبنتها، دخلتهم انا جالسه وكنشوف فيهم كيشوفوا في السقف وداكشي، المهم جيراننا داروا الواجب، عمروا لهم عطاوهم حطوا لهم داكشي اللي قسم الله، كنشوف الناس كيشوفوا في السقف، كنقول ما عرفت مال هادو كيشوفوا في السقف وكيشوفوا، نقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انا شت الموت وداكشي، ما كاينش اش نتقلد بالناس، ما كاينش اش نتقلد بالناس. ايوا دازت امي ماتت نهار 10، المهم من موراها بشي سيمانه هكاك جاو ودايرين الخمار بجوجهم، نهار 27 انايا نازله مع الدروج بين نمشي ندير الرخامه، بين ندير الرخامه للروضه، كانت المشرجم ديال الدروج كيبانوا لي لاسورطيه جايين ومعاهم هي هذيك البنت اللي جات مع امها ومعاهم واحد اختها، كنشوفهم كينعتوا وانا نقول يا ربي السلامه ما عرفتش هذا الشيء، شويه طالعين مع الدروج هما يقولوا لي واش هنا في كاين سيمو، وانا نقول لهم سي محمد ها هو هي، وانا نقول خويا نوض تكلم، هو يقول لي خرج عندهم ويقول لهم نعم الشاف، قال لي زيد معانا، قال لي اش كاين، قال لي ما كاين والو غير زيد معانا، ايوا انا خويا امي راه ما كيعرف يقرا ما كيعرف يكتب، وكلشي كيعرفوا بلي ما كيعرف يقرا ما كيعرف يكتب، المهم السيد مشى معاهم بما عليه، خارجين هنايا طلعوا صطافيت، قال لك مشى دخل الكوميساريه كيبان لي شي مسروقات داخلين، قال لهم انا السيدي ما بيني وبين هذا الشيء والو، قال لي لا هادي راه ماشي هذا ماشي المونتيف ديالك، المونتيف ديالك جاي على رجليه، قال لك شويه كيشوفها هي داخله هي امها، منين داخلين هما كيقولوا هو هو، اولا بعدا خويا مشى لقى المحضر مكتوب ما زادوا عليه حتى شي حاجه، وها هو هو راه مستعد يتواجه هو والبوليس اللي زوروا عليه المحضر، وحنا مستعدين نمشيو معاهم حتى ماشي في الدنيا حتى عند الله سبحانه وتعالى، دعوتنا ودعوتهم عند الله. ايوا المهم دخلونا عنده، واه بعدا عيرني لاسورتي هنايا في الدروج، عيرني انايا عيرني وفي الكوميساريه، قلت ليه شنو واقع، هو يقول لي لا لا السيده والده، قلت ليه كيفاش والده، هو يقول لي قلت ليه ولا تصاب هذا الشيء ماشي ديال خويا، وبدا كيهدد فينا قال لينا راه كيفاش انا ظلمته غادي تخلصوا فيها 6 المليون، المهم بعدا التهديد الله ياخذ فيه الحق. ايوا صافي خويا طلعوه الاسفي، سولت خويا قلت له ودي واش كاين شي حاجه، قال لي والله ما بيني وبينها شي حاجه، خويا كيقول لهم انا بيت ندير بين ندير التحاليل بين ندير لا دي ان، انا بين ندير لا دي ان مستعد لاي نوع ديال الخبره، خويا دوز كيف طلعوه الاسفي دار التحاليل، خرجوا التحاليل تصالحوا، جبنا العاون القضائي دار سميتو دار المعاينه الفصل كيف تشد خويا باش ما يقولوا كان شي تزوير ولا شي حاجه، فاش درنا المحاميه الاولى نصبط علينا دات لينا 1000 درهم، درنا المحامي الثاني دا لينا مليون، قال لينا مليون، مشينا المهم قضينا الغرض عطيناها ليه ما دار معنا حتى شي حاجه، شويه ومن عطوا لينا شي ناس واحد المحامي، المهم الله يجازيه بالخير جاب لينا المحضر، كنتلاقاو كلشي داكشي اللي فيه مزور الوصف ديال الدار كلشي، المهم قالت ثلاثة د البيوت حنا ما عندنا ثلاثة د البيوت، المهم الفراش وداكشي اللي قالت كله ما عندناش، وراه عندنا تصاور وعندنا تصاور ديال الفراش كي كان قبل ما يوقع زعما قبل ما ادعي خويا وداكشي. ايوا المهم خويا فاش جات لا دي ان خرج صريح مؤقت،
خويا خرج صراح مؤقت بثمانية، ماما الوالدة ديالي كتبات الحموشي، صيفط كتبات للسي حموشي الله يرحم ليه الوالدين، داز ثمانية أيام جاو عندنا البوليس من الولاية داوني أنا، داروا معايا داوني داروا معايا أنا التحقيق، لحقاش أنا اللي كنت حاضرة نهار اللي أنا اللي كنت حاضرة نهار اللي جاو البوليس يدو خويا، قالوا باللي دخلوا للدار وزوروا المحضر على الوالدة، قالوا باللي راه دخلوا للدار ولقاو الوالدة، والوالدة هي ديك الساعات راه ما كانتش في الدار كنت أنايا. المهم والمهم هما حيدوا عليهم شي حاجة، تبتو شي حاجة مزورة، ولكن داكشي اللي بيخلو راه خلاو. المهم صافي احنا وياك اعترفت باللي خوها، وحنا دابا راه من 2017 وحنا في صراع معاهم اليومين هذا، كندوزو كيتفلو علينا، بقى الحجر يضربونا به، بقى الحجر يضربونا به. ايوا حتى لهاد الايامات يلا جات لا دي ان اللي بينها وبين خوها، اكتشفنا انه هاد السيده اللي هي امها وباها داروا مؤامره علينا بيغطوا على زينه المحارم، بيغطوا على زينه المحارم، وكان اكد على زينه المحارم باش يصيفطوا دري ما تيكمي ما تيسكر ما عمرو حضر الكوميساريه غير النهار اللي دار لاكارت. هادي راه جريمه ما تيقبلها لا الله ولا العبد. السيده تسترات على زينه المحارم وصيفطت دري للحبس، والله سبحانه دابا الله سبحانه وتعالى دابا راه فضحهم وبين النيه ديالهم. حنا بين الحق ديالنا بين البراءه ديال الدري، كنطالب بين البراءه ديال الدري وحقنا اللي ضاع والسمعه ديالنا اللي تشوهات، ماشي قدام الناس قدام الحباب والجيران عارفين اشنو كاين، ولكن قدام البراني ملي كنكونوا دايزين كنسمعوا واحد الدري اغتصب واحد البنت وولدات معاه، وهاد الدري راه ماشي خويا راه خوها زينه المحارم. علاش لي ما تدخلش للحبس؟ علاش لي باه ما يدخلش للحبس؟ علاش البنت نقولوا البنت قصير ما عليها والو؟ على شي واحد مثلا انا الا اغتصب ليا ولدي بقى فيا داك الدري صغير، كيفاش دابا اش غايقول لباه؟ خالي ولا با؟ اش غايقول لامو؟ غايقول ليها ماما ولا خالتي؟ اش غادي تكون جداه جداه امو تبا ولا امو تمو؟ هادي راه جريمه، داك الدري فينا هو؟ هادي راه جريمه عباد الله. الولد كيغتصب خطو وكتولد معاه وكيلصقوها في دري اخر ما داير والو، امو مريض دابا هو ما بغاش ولا كيخرج غير الضروره الا جاتو شي خدمه ولا شي حاجه. هادي راه جريمه، المراه تسترات، هاد المراه خصها تمشي للحبس الا كان شي قانون وشي عداله، هاد المراه هادي خصها تمشي للحبس. ايوا راه عندها ولاد اخرين غدا ولا بعد غدا نسمعوا بنتها الصغيره ولدت مع خوها اللي كبر منها وغتلصقها في شي واحد اخر، هادي راه خصها تكون عبره. راه كاين ماشي وحده كتغتصب، وكاينوا دول جمعيات وكاينوا دول حقوقيين. انا تغتصب خويا تغتصبت الحقوق ديالو، الى مشى كيكون دايز ويبداو ينعتوا فيه عباد الله كيما كنقول ماشي